حيا وليس شهيدا، ولكن إذا سقط في درب النضال فألف رحمة على الشهداء في القلوب. نحن نراهم في أزقة الجامع حرارة أقل من 70 درجة مئوية، لأن الجثمان إذا دفن العدو يخاف من الشعب المثقف. يعني هذا الاعتصام جاء لنصرة أخينا محمد الكيك وابن جامعة بيزيت الذي كان رئيس مجلس الطلبة، والذي يعني الحركات الطلابية هي كانت المحرك في الشارع الفلسطيني، وكان لها دور في الحرية الأسير الخضر عدنان من قبل. يعني الحركات الطلابية هنا في جامعة بيزيت تدعم الأسرى والشهداء. نحن هنا نقف كل يوم تقريبا في تمام الساعة 11، وذلك حتى نحشد المجتمع الدولي ليقوم بالضغط على الاحتلال، حتى يقوم بإلغاء ما يسمى بالاعتقال الإداري ولتحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.